الإنسانة بتبشر بإذن الله بمرحلة جديدة بينطلق فيها الإعلام المصري انطلاقة كبيرة ليعود إلى المكانة اللي يستحقها في المنطقة العربية. أنا عايز أقول يعني مصر فيها منظومة إعلامية غير موجودة في أي دولة أو في أي منطقة أخرى. عندنا مواقع إلكترونية ما شاء الله عدد كبير، صحف، في صحف خاصة وفي صحف قومية، في قنوات، القنوات الفضائية، في قنوات خاصة، في القنوات المتحدة، في التلفزيون المصري، دي كلها منظومة إعلامية علينا جميعا أن نلتفت بها وما نسمعش بقى كلام الإعلام دور تراجع وغيره. لا، الإعلام المصري دوره موجود ودوره قوي ودوره مؤثر. إن شاء الله الفترة القادمة هتشهد انطلاقة كبيرة جدا مع تقدم نمو الشباب. نمو الشباب أيضا بيقول عن المتوسط السن اللي أنا شايفهم في البعض. بداية بتوجه التهنئة لمسؤولي الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية اليوم لتسليم رخص وشهادات مزاولة النشاط التي انتهى في مجلس الإعداد، وبرضه بقول إن ابتداء من الأحد القادم هتبقى في جلسات في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للوسائل الإعلامية اللي قد تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص لاستكمال بعض الإجراءات، وخلال من الفترة برضه القصيرة هنلتقي في نفس المكان وهنصدر مجموعة أخرى من التراخيص لنبشر إن شاء الله بانفتاح إعلامي كبير في الفترة القادمة. المجلس الأعلى يعني بيعمل على تسهيل وتيسير كافة إجراءات منح الترخيص لجميع الوسائل الإعلامية، ويصاحب هذه التسهيلات الإجراءات اللي تحفظ حقوق جميع العاملين في المؤسسات الإعلامية. يمكن أنا عايز أتكلم بعيد عن الورق عن نشاط المجلس في الفترة السابقة. المجلس في الفترة السابقة أصدر تقرير سنوي، التقرير السنوي يشتمل يمكن على ثلاث عناصر رئيسية أنا أحب أتحدث عنها. الأمر الأولاني التراخيص، وأعتقد إن أنا خدنا خطوة متقدمة يمكن ما حصلتش منذ تأسيس المجلس الأعلى للإعلام، إن يصدر هذا العدد من التراخيص، وأعتقد في الفترة القادمة كل من انتقلت وقت أعضاء سكن الإجراءات تصدر في تراخيص. يعني يهمنا إن كل الوسائل الإعلامية تشتغل تحت مظلة شرعية ومظلة قانونية. الأمر الثاني ما يتعلق بالشكاوى، احنا هنا في مجلس الأعلى عدد كبير جدا من الشكاوى ضد الوسائل الإعلامية، والشكاوى تبتدي من المسؤولين والمتطوعين العالميين وكل من يرى أن وسائل الإعلام أخطأت في حقه. احنا بنتبع مبدا ارض اننا نلتزم به جميعا، وهو تشجيع حاجه اسمها الرد والرد الاخر زي ما كنا بنعملها في الصحافه. يعني اذا نشر موقع اعلامي اي خبر كاذب يبادر على طول بالتصحيح، يعني الجرأه في نشر خبر كاذب هتبقى في جرأه اخرى في الاعتذار عنه والاعتذار بيعني شان الوسيله الاعلاميه مش هيك اعتذر او انشر تجديد او انشط الرد بتاع الطرف الاخر، وده هيبقى افضل من الوصول الى الاجراءات القانونيه. يعني انا نفسي الفتره القادمه نفعل حق الرد ونتعامل معاه يعني بروح متسامحه، ولا نعتقد ان بيرد او بيصحح معلومه انه ياخد موقف ضد الوسيله الاعلاميه، له حق في ذلك. فعدد كبير جدا من الشكاوى بيتم تحقيقها، وأرجو كمان إن أنا أطرح عليكم فكرة إن المواقع الإعلامية فيها كثير من الصفحات المزيفة، فعايزين نتعاون جميعاً لكشف هذه الصفحات المزيفة بحيث إن تبقى الوسائل الإعلامية أكثر متبادل بقيادة السوشيال ميديا وليس العكس.